علي البلوشي او علي العلوع زي ما الناس بتحب تقول لك. احنا دلوقتي واقفين في مسقط سبيدواي. اخر جوله في بطوله عمان للانجراف. انا عارف ان انت صعب عليك جدا ان انت تبقى واقف تتكلم ومش سايق عربيتك دلوقتي. قول لنا انت حاسس بايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الاجواء عندنا يعني جميله جدا، اللي هي اخر جوله لبطوله عمان للانجراف. طبعا انا مصمم حلبات دريفت ومسارات السباق، فيصعب علي اني اشارك مع الابطال اللي راح يشاركوا اليوم. وابداع علي الشيهاني بالامتلاك شيء مش معقول، يعني الجمهور ما شاء الله، اسمع الجمهور يعني يتابع المتسابقين، يعطيهم حماس اثناء الدريفت.